اليوم بقول لكم شيء مفيد للحصى، الحصى اللي على الكلى وبالمثانة، مرة مرة مفيد، اللي هو الفلفل الأبيض. الفلفل الأبيض نجيبه نقطعه شرايح، نحطه في قدر هو والورق حقه. أنا ما حصلت من حق الخضار معه ورق، بس مع الورق قطعونه شرايح، صبون عليه موية حارة، عليه موية حارة، بعدين على النار، على النار لين يغلي. لما يغلي نسكر عليه ونشرب منه، كل ما عطشنا نشرب منه، نحطه بترمس حق قهوة نصب فيه نشرب. مرة مرة مفيد. شوف بعد من بكرة حسون بينزل شيء بالمثانة، الحصى بعدين تنزل إن شاء الله بإذن الله. مفيد، أحسن من علاج الدكتور. وشكراً.